أهلنا كلهم بخير وطيبين وبسلام إن شاء الله. حضرتك دايما بخير. طمني الأول على المعرض، على المعروضات، وإحنا بنتكلم على التخفيضات، هل وجدت التخفيضات المناسبة والتخفيضات موجودة بنسب قد إيه؟ وأنا شايف كمان يمكن إقبال كبير من المواطنين على المعرض. النهارده الحقيقه يمكن انا اتفاجئت، حتى انا طبعا كل يوم بمر على عدد من المعارض. هو مش بيفتح النهارده بس، النهارده كان في افتتاحات وامبارح والاسبوع اللي فات. كويس. لكن النهارده فوجئت فعلا، ده المعرض في قلب سوهاج، ويمكن حضرتك هتشوف الاعداد. لا ما شاء الله، يعني الناس في اقبال غير عادي على المكان، وطبعا شايفين الاسعار كويسه وشايفين ان كل المنتجات تقريبا متوفره. وكانت فرصه طيبه النهارده ان احنا نستقبل بالمواطنين في الشارع ونسمع ارائهم في اللي موجود، سواء بقى في الاسعار او في نوعيه المعارضات اذا كانوا محتاجين حاجه تانية. طبعا برضو نفس الكلام. طب قالوا ايه لحضرتك بأماء يعني بصراحه كده، يعني الناس قالوا ايه؟ لا هو حقيقي، هو في تخفيضات حقيقيه. يمكن حضرتك في تخفيضات حقيقيه حاسين بيها، والا ما كانش هيبقى التكدس اللي كان موجود جوه المعرض النهارده. يعني مع قوه المعارض ومع ذلك، لا الاقبال ما شاء الله. يعني يعني احنا عندنا يمكن حتى الان احنا فاتحين 75 منفذ على مستوى المحافظه كلها، من شمالها لجنوبها، غير 27 عربيه ثلاجه متنقله تحت اشراف مديريه التموين، بالاضافه لسيارات اخرى طبعا لجهاز الخدمه الوطنيه. على مدار على سوهاج كلها، يمكن لو حضرتك شايف اعداد الناس النهارده ما شاء الله. في اقبال غير عادي، واحنا في وسطهم اهو، يعني احنا في وسط الناس قاعدين بنسمع لده وبنسمع لده ونشوف ونلبي طلباتهم. لكن طبعا في ارتياح كبير جدا من المعارض اللي شغاله دلوقتي، لانها فعلا عامله فرق في الاسعار، فرق كويس وفرق حقيقي. يعني حتى دائما بسال سواء بقى او البائعين دي بكام، ولو رحت السوبر ماركت بره بكام؟ بره بكام؟ لقيت كام الفرق؟ لا احنا ممكن نوصل تخفيضات من 15 ل 30% كمان. نعم. حاجات فيها 30% تخفيضات. نعم. ده بالاضافه ان في حاجات مش موجوده بره بسهوله، يعني حتى وبعدين كله في متناول، يعني بنرضي جميع الاذواق، يعني حتى اللحوم من بدءا من اللحمه البرازيلي الى اللحمه السوداني والهندي والسوداني. برازيلي وسوداني وبلدي. ويمكن انت عارف يعني هو مستوى طبعا هنا الناس تحسن الاسعار، اتحركت سنه في اسعار اللحمه، ولكن ما زلنا الارخص في مصر كلها. يعني بكام دلوقتي البلدي عندنا في سوهاج؟ والله النهارده ب 120 ل 135، 120 اللي هي اللحمه الذبيحه العاديه، 135 النهارده يمكن عند البازار ده، او 140 اللي هي اللحمه الصافيه تماما الحمراء تماما، اللي بتعمل منها بقى اذا كان هيعمل منها بياخد عرق، بياخد مفتيك او حاجه زي كده. حضرتك اتاكدت من الاسعار في الجوله او طول الوقت بتاكد من ده؟ والاسعار معلنه، يعني هو الاسعار معلنه. والله يا حبيبي في حضرتك واقف تتكلم مع واحد اهو بتساله على الاسعار؟ يعني انا كنت في وسط الناس كلها ومع يعني وبسال وبشوف الحقيقه. والله في واحد انت عايز، يعني في واحد بيبيع بسعر غالي، انت بتروح له علشان ده انت زبونه او انك انت مش عايز تفرط فيه، ده موضوع. لكن احنا موفرين الحاجه متوفره في اكتر، بقول لحضرتك عندنا اكتر من 75 منفذ حتى الان. في القرى؟ في القرى، او بنوصل القرى ازاي والنجوع؟ المراكز كلها يا فندم، المراكز كلها القرى مغطينها ب 27 عربيه زائد 9، يبقى 36 عربيه ثلاجه بتنزل بكل المنتجات اللي ممكن تتخيلها. بنوصل 58 صنف مختلف من السلع للقرى. نعم. طبعا النهارده حتى كان معانا مجموعه، يعني كان عندنا مجلس اقتصادي النهارده اجتماع وخلصناه وطلعنا، وكان معايا مجموعه من الشخصيات العامه ورئيس الغرفه التجاريه سياده النائب خالد بن رفع، هو النائب الشيوخ، وفي نفس الوقت رئيس الغرفه التجاريه كان معانا، واعتقد ان هو يعني ما شاء الله كان حافظ الاسعار، حتى بنسال على طول. كان معانا الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعه السابق، كان معانا مجموعه كبيره من الشخصيات العامه في سوهاج. نزلنا لفوق بقى طبعا وكيل وزاره التموين، بالاضافه لرؤساء الاحياء، رئيس المدينه. هي كانت زياره يعني الحقيقه كانت منتجه جدا، وشفنا الناس ونشوف طلباتهم ايه وهتتعمل. ده بالاضافه برضو يمكن شفنا معرض ثاني، مبادره ثانيه معموله، دي معموله من القطاع الخاص، يمكن اسمها ظريف، يعني احنا سند لبعض. في دي عباره عن منتجات اساسات وديكورات ومستلزمات منزليه، حاجه بقى خاصه بجهاز العرايس او خاصه بالمفروشات. دول كمان عاملين تخفيض؟ عاملين تخفيض كبير. يعني في حاجات وصلوا 40% كمان. نعم. وفي ناس، وطبعا وفي ناس ما حركتش الاسعار. دول قطاع خاص. كويس. النهارده معرض كان ممتاز الحقيقه، شفناه. وفي نفس الوقت زي ما بقول لحضرتك، التموين شغال والصحه شغاله والطب البيطري شغال وباحث التموين شغاله. انا بالنسبه لي اهم حاجه عندي الصلاحيه والجوده
وضبط السعر. والسعر وده لسه متحقق لحد كبير عند الرشاق. نعم. طيب هل حد بصراحه اشتكى من اي حاجه؟ حضرتك عديت ما لقيتش مثلا حد حاطط السعر او في اسعار مبالغ فيها ولا لا؟ وادى ده تخفيض السعر في سوهاج تحديدا لما فتحت المعرض ديت، اثرت على الاسعار ازاي اللي كانت مرتفعه الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا؟ والله يا حبيبي يعني دائما الواحد صعب يقول ما في حد بيشتكي، لكن حقيقه النهارده ما سمعتش شكوى واحده. ويمكن حضرتك شايف الجو ودي جدا معانا، بص الناس يعني ايه بود جدا، يمكن اللي وقفنا الحقيقه يعني شكر للدوله اللي وقفنا معايا يعني، كانت واحده ست محترمه وكانت بتشكر في الدوله، بتشكر في الجهد اللي معمول، وبتشكر في وجودنا في وسطهم. ولكن حقيقه ما تلقتش شكاوى النهارده، لكن ده مش معناه ان احنا هنفضل الشهر كله كده، لا احنا برحب باي شكوى من اي نوع، وهنتاخد الاجراء السريع والفوري في وقتها. لكن بالنسبه للمجمعات او الاماكن اللي نزلناها كلها النهارده دي ناس مشاركه في المبادره وملتزمين بالاسعار وجايين طواعيه ومقدمين اسعار فعلا النهارده كانت اسعار مناسبه. حضرتك بتتابع هذه المنافس كمان اللي وصلت القرى، وحضرتك بتكلمنا على عدد كبير من العربيات المتنقله. والحقيقه يعني هي القصه او موضوع المبادرات هنا ماشي بشكل كويس جدا. يمكن عندنا مبادره لسه خطانه حتى من قبل رمضان ومن قبل قصة الأسعار دي، برضو كان عندنا أحد المستثمرين وجاء ويشتغل بالعربيات بتاعت تحت رقابة التمويل والطب البيطري، وكانت العربيات بتاعت الحقيقة بتلف سوهاج كلها، وأعتقد إن هو منفذ المبادرة دي في أكثر من محافظة. يعني هو إحنا متكاتفين الحقيقة، سواء بقى الجهود الحكومية اللي بنعملها أو الجهود بتاعت القطاع الخاص، برضو هنا متعاون جدا الحقيقة. طيب سيادة المحافظ، إحنا المعرض ده مستمر لآخر رمضان مش كده؟ إن شاء الله بإذن الله، وإحنا في معارض السنة كلها يعني، حتى كان في معرض ملابس برضه النهارده. الحقيقه شفت والله حاجات فعلا محترمه جدا وباسعار كويسه مناسبه للناس كلها. الزيوت، السكر، الزيت، الحاجات الـ يعني الرز، الحاجات دي كلها متوفره موجوده. ما حدش اتكلم خالص في مصر كلها عن الندره او عدم التوافر. الحمد لله، يمكن الناس لو بتتكلم سنه على الاسعار، لكن حته التوافر او عدم التوافر ده دي موضوع منتهي بالنسبه لنا. كل شيء متوافر، ومتوافر بكميه كبيره وكميات ما شاء الله كافيه جدا جدا جدا. العيش بتتابعه ازاي حاجة؟ بتتابع الفران ازاي؟ والعيش اللي كان بجنيه ونص ولا بجنيه وربع، النهارده الوضع ايه؟ انا بقول لحضرتك الكل شغال الحقيقه، سواء ما بحث تموين ايمن بجهده كويس جدا، مديريه تموين ايمن بجهده كويس جدا، الصحه والسلامه المهنيه بنفتش على المخابز وعلى غيره بشكل كويس جدا. الامور عندنا اهدى يعني، الحمد لله ماشيه بشكل مرضي، وما فيش يعني ما عنديش شكاوى حتى الان الحمد لله. ما فيش محاضره حضرتك عملتها لحد وحاولت له نيابه وكده؟ لا، المخالفات طبعا ده موجود بشكل يومي، حتى ما قبل موضوع الخبز يعني. هو ده حاضر بشكل يومي. طبعا دي موجوده. نعم، ما هو مش ممكن هيبقى الكل ملائكه برضه يعني، في صحيح في كل الظروف وفي كل الاوقات لازم هنلاقي ناس متعاونه جدا، وهنلاقي ناس بتخالف، كل المخالف اهم حاجه الرقابه عليه وان هو يلاقي جزاءه في وقته. بشكرك شكرا جزيلا اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.